ولا رمزي تعالى بقى احط لي التمثال بتاع اخناتون ده مكان التمثال بتاع امنحطب على طول ده قبل ده. حاضر يا دول عناي. حاضر. حاضر ايه؟ مش تعرف الاول انا بقول لك حط ده مكان ده ليه؟ اه صحيح يا دول. الا صحيح يا دول، انت عايزني احط ليه تمثال امتحلب قبل تمثال الملك اخنافون؟ امتحلب؟ طب عديت لك امتحلب، التاني اسمه اخنافون، ده ايه كان فرعون عنده لحميه ولا ايه؟ يا انت ما بتسالش، انت تنفذ انا بقول لك عليه وخلاص. حاضر يا دول، مش انت اللي قلت لي اسال يا دول دلوقتي؟ اسال من غير ما تبين لي ان انت بتسال، اسال من غير سؤال، انت فاهم؟ لا هو غباوتك دي. يعني بص يلا يا هبل يا هبل، دي اسره ودي اسره، انا برتبهم حسب الاسر يعني. ترتيب عائلي يعني. تتكلم ليه وعائلي؟ هتعمل لي فيها يعني فيلسوف؟ هو ترتيب اسري، الاسره مثلا ال 12 قبل الاسره ال 13 قبل ال 14، نفذ وانت ساكت. حاضر يا دولا، بقول لك يا دولا احنا بقالنا اسبوع دلوقتي عمالين نرتب الاسر دي والتماثيل دي يا دولا وما في مفيش زبون. انا عارف مفيش ولا زبون بيدخل، بس ان شاء الله هيجي لنا زبون، لما يخش زبون يلاقي كل حاجه مترتبه. واي نعم كل يوم زي التاني، بس هنعمل ايه؟ لا يا دولا هو مش كل يوم زي التاني بقى، اذا كنت يعني تتكلم بصراحه احنا امبارح كان التلات والنهارده الخميس اهو، يعني في تغير. امبارح التلات والنهارده الخميس، والاربع فين يا هبل يا هبل؟ دولا يمكن يكون الاسبوع ده جه ناقص يوم على فكره. يا دولا الاسبوع ده رمضان، رمضان هو اللي بس فيه 29 فيه 30 كده اهو، لكن الاسبوع هيجي ناقص وزائد. اهبل، انت عارف يالا مين اللي اخترع الاسبوع ده؟ مين يا دولا؟ اقول لك انا اللي اخترع الاسبوع ده، يالا رمزي الفراعنة. لا يا راجل. آه. يا راجل ازاي يا دول؟ احكي لك احكي لك. استنى دول، اوعى تحكي يا دول، استنى. يلا بسرعة. دول اقفل باب البازار يا دول؟ يا ابني مقفول زي مفتوح. سيب انا بس عايز افيدك بخبرتي يالا يا رمزي، حاجة تستفيد منها يعني المعلومات اللي عندي، مش عارف اوديها فين. الله يا مدرسة الله. قول يا دول قول. بص يا سيدي، كان زمان بقى ايام الفراعنه الاسبوع ده كان خمس ايام بس. خمس ايام يا دولا؟ واللي اخترع الاسبوع ده كان راجل بيقسط للفراعنه بقى. بيقسط ايه دول؟ بيقسط لهم بقى ايه اللي هي ادوات منزليه ومستلزمات معابد وكده يعني، فهو بقى اللي قال لهم الاسبوع خمس ايام يا اخوانا. دولا طب والاسبوع ده وان خمس ايام ازاي يعني يا دولا؟ يعني اول يوم في الاسبوع اللي هو الحد اللي هو واحد يعني. تاني يوم اللي هو الاثنين. الاثنين؟ ايوه يا دولا صح. تالت يوم اللي هو التلات. رابع يوم الاربع. خامس يوم الخميس. شفت؟ الله ده سهل قوي يا دول. طب والجمعه يا دولا؟ لا الجمعه بقى كان اجازه، بيتجمعوا كلهم بقى الفراعنه مع بعضهم يقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن بقى واتاري وكده. الله يا دول. طب والسبت يا دولا بقى؟ السبت اي لمطتك دي اللي هتخليني ما احكيلكش حاجه. قوم يلا قوم يلا، شوف شغلك يلا. ايه دولا بقى بقى؟ شوف شغلك. شوف شغلك. ايه هنقعد نهزر؟ وافرض زبون جه لا قدر الله. شوف دولا بقول لك ايه يا كابتن؟ كابتن؟ ايوه يا استاذ. هو حته فين امال؟ مش عارف والله يا استاذ، انا لما جيت ملقيتوش. ملقيتوش؟ طيب هات لي واحد شاي يا صاحبي. حاضر يا استاذ. بقول لك ايه يا كابتن؟ هو انت اسمك ايه؟ نصر. نصر؟ حكيم انا وانا صغير سربت احلابيس ثلاثه على لساني فسموني نصر. سموك نصر؟ طب هات لي واحد شاي يا نصر. حاضر يا استاذ. بقول لك ايه؟ لازم يكون الشاي سخن يعني. لسه على لسانك يا استاذ. يا عم انت مالك، هو لسانك ولا لساني؟ لسانك يا استاذ. طب خلاص. ماشي ماشي. ولا نص ولا نص ولا نص. ايوه يا استاذ. مين ده لا نص؟ ده حته يا استاذ. ده حته؟ حته. وايه اللي عمل فيه كده؟ ازاي اتغير يعني؟ سبحان العاطي الوهاب بعد السبسب والقباب. السبسب؟ انت شكلك بتحقد عليه. يعني يا استاذ بحسده. بتحسده بس يعني؟ طب يلا اتكل على الله هات لي الشاي. ماشي. حته؟ انا حته؟ انا حته؟ ايه يا استاذ عادل في ايه؟ انا حته؟ انا حته؟ ايه يا استاذ عادل في ايه مالك؟ ايه يا حته؟ ايه اللي انت بتنرفز عليا ولا ايه؟ يعني فعلا سبحان العاطي الوهاب من بعد الثبثب والقباب، انت ما شاء الله ايه اللي عمل فيك كده يعني؟ لا انت كمان هتقعد يا استاذ عادل؟ لا بعد اذنك انا مش فاضي وعندي شغل لو سمحت. عندك شغل ايه؟ ده انت اساسا فاتح اللابتوب واكيد بتلعب جيمز ولا حاجه. لا يا استاذ عادل انا بشوف البورصه بتاعتي وصلت لحد فين دلوقتي.
البورصه؟ طب وانت مالك ومال البورصه دي؟ لا خلاص، ما انا بقيت في الموضوع ده من زمان بقى. انت عارف الصدفه يعني بتلعب دورها. واحد صاحبي كلمني على موضوع البورصه ده، فدفعت 5000 جنيه، فجاه بقوا 30000 جنيه. 30000 جنيه؟ 30000 جنيه من 5000 جنيه؟ بتقدر يعني ايه ده؟ ما شاء الله يعني، ولا ايه؟ انت تحسدني ولا ايه يا استاذ عادل؟ لا مش بحسد، بس يعني 5000 يطلعوا 30000 مره واحده كده يعني؟ الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بقى. وانت عارف طبعا ان انا طول عمري مغامر، غامرت بال 30000 جنيه ودخلت بيهم البورصه تاني ووصلوا 50000 جنيه. 50000 جنيه يعني ال 5000 طلعوا 50000 جنيه؟ وطبعا بقى سبت القهوه ورحت اشتغلت في البورصه بقى. قهوه ايه؟ مش انت كنت شغال هنا في القهوه ولا انا متهيألي ولا ايه؟ لا خالص، عمرك ما اشتغلت في القهوه؟ خالص، اكيد حد شبهي. واسمه حته برضه يعني، سبحان الله. طيب بقول لك ايه، بالنسبه لشغله البورصه دي يعني ينفع انا اشتغل في البورصه واسيب حكايه البازار دي؟ لان زهقت من البازار والبازارجيه والكار ده مش بتاعي صراحه، انا كنت داخل فيه تدبيسه يعني. تعرف حد يشغلني في البورصه؟ والله استاذ عادل اصل الموضوع ده محتاج ترتيب يعني، انت محتاج حد يظبط لك الليله من اولها لاخرها، بيقول لك تعمل ايه وتتصرف ازاي، او تقعد مع حد مثلا يكون خبير بورصه. خبير بورصه؟ هي دي شغلانه اللي هي بتاعت خبير البورصه دي؟ لا ده في خبير بورصه وفي خبيره بورصه كمان. خبير البورصه يعني هي نفسها اللي تقول لي بقى تشتري ايه وما تشتريش ايه وتبيع امتى وتشتري امتى يعني؟ بيبقى لها كوميشن على فكره، بتاخد منك نسبه. كوميشن اللي هو نسبه ايه؟ لا يبقى انت مش اكيد حته القهوجي، حته استحاله يقول كوميشن يعني. طب والخبيره دي يعني مين اسمها ايه؟ اسمها سهام الاسهمي. سهام الاسهمي؟ هي عشان تبقى بتشتغل في الاسهم تبقى اسمها الاسهمي؟ دي تبقى خبيره جامده جدا يعني. حضرتك يا استاذ يعني ممكن تديني نمرتها يعني؟ استاذ عادل حضرتك بتتكلم بجد ولا زي عادتك بتتريق؟ لا ما بتريقش ابدا. وانت تعرفني منين؟ ما انت مش حته القهواجي يبقى انت ما تعرفنيش. بس الكلام كده مش عاجبني، سهام واسهمي وبتاع. حضرتك عاوز تليفونها ولا عاوز طلمت كتير؟ لا لا عايز تليفونها، تدهوني انا. يا حاضر. صباح الخير. صباح الفل والياسمين والورد والكوكتيل. من فضلك عاوزه الاستاذ عادل سعيد. عادل سعيد؟ مين عادل سعيد ده؟ هو في حد قال لك ان هو شغال هنا؟ مين عادل سعيد؟ ايه يهبل يهبل، مش عارف ان انا عادل سعيد يلا. لا يا دولا، ما هي ما قالتليش دولا يا دولا، وبعدين انت غيرت اسمك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، انا الانسه سهام الاسهمي، خبيره في تداول الاوراق الماليه والبورصه. اهلا وسهلا، ده انا في انتظارك، اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله خبيره خبيره يعني يا دولا. روح هات حاجه ساقعه عاجل، اتكل على الله. حاضر يا دولا. دولا اجيب الحاجه الساقعه دي، ساقعه ولا سخنه؟ روح للراجل قول له حاجه ساقعه هو هيفهم. فريره فريره يا خبيره. سيبهم اطلع بره اطلع بره. الواد ده مجنني حضرتك يعني، متخلف يعني. عارفه مره عمل معايا؟ مفيش وقت يا استاذ عادل، ندخل في الموضوع على طول. ماشي ندخل في الموضوع. حضرتك يعني انا كنت عايز يعني احط فلوسي في البورصه واكسب 50000 جنيه زي الواد حته. مين؟ يعني عشان اكسب فلوس في البورصه يعني اعمل ايه؟ بسيطه قوي، الفكره كلها في شراء مجموعه اسهم ماليه بثمن معين، ولما بتغلى تبيع. ابيع واكسب زي الواد حته. مين حته؟ لا حضرتك اتفضلي كملي. وبتشتري الاسهم دي من شركه ناجحه جدا، وبعدين بتجيب لك عائد مادي كويس قوي. ماشي حلو حضرتك خلاص. وبما ان انت اسمك سهام الاسهمي، فانت هتنقلنا كام سهم كده حلوين على ذوقك يعني، اهم حاجه يكسبونا. واتفضلي حضرتك، ادي الفلوس اهي. كام دول حضرتك؟ دول 5000 جنيه بس. دول مش كفايه يا استاذ عادل، علشان تكسب في البورصه لازم تغامر بفلوس كتير. يا ريت تزود لنا المبلغ ده شويه. ماشي حضرتك احاول ازودهم، اخد دول بقى ازودهم واجيبهم تاني. لا 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 خليهم، هشغلهم لك في كام سهم كده من بتوع شركه المنسوجات الحراريه. منسوجات الحراريه؟ بس مش ملاحظه يعني ان الدنيا هتبقى حر شويه على الفلوس وخصوصا دي متينات يعني. طب خلاص اشغلهم لك في شركه الكابلات الهوائيه. الكابلات الهوائيه لا فلوس والهواء وبتاع. لا لا والنبي شوفي لي اي حاجه ارضي. انا عرفت طلبك، هشغلهم لك في شركه الاتصالات السريه. ايوه السريه، انا اهم حاجه عندي الكتمان. يا رانيا يا حبيبتي البورصه فرصه وطالعه مش نازله، دي فرصتك يا رانيا، اوعي تضيعيها من ايدك. نو واي يا عادل، انا سبق وقلت لك ان انا ما بحبش موضوع البورصه ده يا عادل، لان انا قريت في بورصه النفوس. النفوس ايه؟ واحنا هنتاجر في العبيد؟ بورصة النفوس ايه اللي انت قريتيها؟ يا عادل ده كتاب اسمه البورصة والنفوس، بيقول فيه ان النفوس البشرية بتتغير تغير كامل وبتصبح نفوس نفسوية من نفسنا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ اكيد الراجل اللي ألف الكتاب ده راجل منافس اساسا، مش عايز اي حد يكسب غيره.
يا سناء يا سناء يا حبيبتي، الفلوس بتاعت الدروس الخصوصية اللي انت بتديها دي هتوديها فين؟ عادل بقولك ايه، اطلع من دماغي، مالكش دعوة بفلوس الدروس الخصوصية بتاعتي. كفاية قوي ان الفلوس دي اساسا منظورة. انت اصلك مش عارفة انا هاخد لك اسهم في انهي شركة بالظبط؟ بقولك ايه، انا مش عايز اشترك في البورصة دي يا اخي. اعرفي بس الاسهم اللي انا هاخدها فين، وانت والله هترتاح لو عرفت. فين فين؟ شركة الاتصالات السرية. شركة الأسهم في شركة اتصالات سرية يعني. انا مش عايزة اشتري في البورصة دي يا اخي، مش عايزة. وبعدين الأسهم في ايدك تصدي، يعني لو بتكسب تفشل بعون الله. انا اشتري قال يا ماما، دي مضمونة ومكسبها مضمون، ده مكسبها عالي جدا، بس ما تقلقيش يا عادل. ما حد يا عادل، انا ما بحبش الاسرار في حياتي، انا حياتي اوبن مفتوحه. سيحي شركه الاتصالات السريه، بلاش تقولي اسمها بصوت عالي. وبعدين دي شركه مش معروفه، ما حدش سمع عنها قبل كده. ما وضع طبيعي، مش سريه، لازم ما حدش يسمع عنها. يا عادل يا ابني، انا مش فاهمه حاجه من الحكايات بتاعتك دي عن البورصه. كل اللي انا اعرفه البوسطه وبس. يا ماما، هي البورصه شبه البوسطه بالظبط، يعني بتدخلي فيها فلوس تولد لك فلوس كتير. طب نفترض الفلوس اللي بتولد دي ماتت؟ لا لا، ما تقلقيش، الفلوس بتاعتك اوديها لك لدكتور كويس ان شاء الله يعني، وهتولد فلوس كتير يعني. يا ماما دي حاجه انا واثق منها يعني ان شاء الله، المهم تجيبي فلوسك بس. منين يا حبيبي؟ ما معيش والله. يا سلام، هو كله معهوش يا ماما. طب وانا بقى هعمل ايه في الشركه بتاعه الاتصالات السريه دي؟ ده ما حدش راضي يعبرها حتى ولو برنة. حماتي، انا عارف طبعا ان انت اكتر واحده في البيت ده هتفهميني في موضوع البورصه. نو يا عادل، نو، انا مش هخش في البورصه دي خالص، جامي جامي جامي. طيب جامي ليه؟ عشان انا ما بحبش اخش في تجربات، انا احب اخش في وقائع. ايوه بس على فكره البورصه ده واقع، وبقى واقع ملموس، ولعلمك ممكن تكسبي منه كويس قوي. نو يا عادل، اي كانوت. انت عارف بابا خسر كل الفلوس بتاعته في البورصه لما دخل في 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 شركه اسهم بتاعه تقاوي قطن، وخسر كل الفلوسات بتاعته. طب هو دخل تقاوي قطن ولا خد تقاوي اسهم؟ لان تقاوي الاسهم على ما بتطرح بقى وبتاع بتبقى شغلانه. ياسمين ياسمين، تعالي 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 تعالي. مين حبيب بابا؟ انا. مين؟ روح بابا. تعالي تعالي. ازيك يا ياسمين؟ ياسمين طبعا انا عارف ان انت محوشه فلوس كتير من العيديات اللي انت كنت بتاخديها، يعني كنت بتاخدي عيديه مني ومن ماما ومن خالته ومن عمته ومن تيتا ومن تيتا، فطبعا معاكي حصاله مليانه، وانا عارف كل ده ومطنش. في ايه يا بابا؟ خش في الموضوع. حاضر يا ستي، هخش في الموضوع. الحصاله بقى اللي انت محوشه فيها الفلوس الكتيره جدا اللي عندك دي، انا عايزها عشان اخد منها الفلوس عشان استثمرهم لك.